حرية المرأة قصيد منها إباحة الزنا، بس دي الخلاصة، دي نهاية الدائرة. إنه بس إنه يقول لي أول حاجة ما تتحجبي، تمشي عريانة، ده أول شيء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كاسيات عريان وما تقعدي في البيت، لا بد تجي تشاركيني أنا واختلي بيك. ده العلماني، شفت كيف؟ يبقى قصده شنو؟ قصده في النهاية إباحة الفاحشة، ده خلاصة حرية المرأة. عشان ما تسمعوا شعارات جوفاء يا ناس وشعارات براقة، والله خلاصة دينهم وخلاصة منهج هؤلاء العلمانيين في مسألة حرية المرأة هي إشاعة الفاحشة، زي ما الآن موجودة في دول أوروبا وفي غيرها وفي غيرها، بل موضوع لها قوانين، قوانين بل بيجوا دكاترة وأطباء للنسوان اللي بيمارسن الزنا والدعارة، فاتحات بيوت عندهم دكاترة وأطباء، يجوا كل خميس أو كل سبت يكشفوا عليهم ويدوم حقن وكذا ويطمئنوا عليهم عشان تاني باقي الأسبوع برضو يزنوا. دي الخلاصة. بل النساء في بعض البلدان معروضات في بترينات بتاعت قزاز زي التورطة. النساء حياة، حياة بنات آدم، وقفات كده والله الذي لا إله غيره، عاريات. ده الدايرين العلمانيين، ده الدايرين هم. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع عليهم وعلى أمثالهم الطريق لما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وصعد معاوية ابن أبي سفيان المنبر كما في البخاري يحمل قصاصة من شعر، يعني زي باروكة، يعني وصلة تاع الشعر صناعي، فأخرجها في المنبر وقال: أيها المسلمون، إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذت نساؤهم هذا. فالدعوة إلى حرية المرأة وتسوي زي ما دائرة وتطلع زي ما دائرة، زي ما ديل قالوا. وقبل كده يمين برنامج شباب طق العلمانيين سووا، جابوا واحد من ألمانيا مثلي، هو قال أنا مثلي وافتخر، مبروك عليك، ما علينا نحن، مبروك عليك أنت. المهم جابوه في قناة شنو 24 وبيتكلم، جمع له بنات شيوعيات، مين ما بعرفه بيتمنوا شيوعيات معروفات لاميهم. ديك بتقول: أنا ليه لما نجي الساعة 2 صباحا بتاع النظام العام يسألني؟ نحن دارين الحرية. دار تطلع 2 صباحا، دي الحرية اللي هم قاصدينها يا ناس، ما تتخدعوا. الحرية القاصدينها الملاحدة إشاعة الدعارة وإشاعة الزنا.